خواتاتي، اليوم غنشارك معكم الوصفه ديال النيله الزرقاء. غادي تشوفوا معايا المكونات اللي غادي نزيد معاها. كتحيد التصبغات، كتحيد الكلف، كتجبد البشره، كتحيد التجاعيد، كتنقي البشره، كتخليك يا اختي بالله روعه، عروسه وغزاله شحال ما كان العمر ديالك. تكون عندك 40 عام، 50 عام، حتى 60 عام، كترجع لك البشره ديالك غزاله وفنه وزوينه، وكتوحد اللون، وكتحيد كاع التصبغات ديال الحبوب، ديال الفران، ديال الشمس، ديال الكلف، كما كانت البشره. السلام عليكم خواتاتي وصحباتي والكوميدات ديالي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ المهم غير بان لكم صوتي ماشي هو هذاك، لحقاش ما شكيت عليكم الشكوى على الله، والله يشافي الجميع. ضربني البرد وعيانه، وقلت ضروري غادي نوض نجاوب هاد البنت، واحد البنت صاحبتي ومتتبع ديالي، قالت لي عندها النيله الزرقاء، عندها النيله الزرقاء ديك الزوينه بحال هادي. قالت لي راني جبتها لشي وحده من واحد ديال الصحراء، قالت لي عندي ديك الزوينه وما عرفتش شنو غادي نخلط معها. كما كتعرفوا النيله الزرقاء زوينه، كتحيد الكلف، كتحيد التصبغات، كتحيد داك لاطراس اللي تيبقى عندنا ديال الحبوب، ملي كيبرى الحبوب كيبقى داك لاطراس ديالو، كتنقي البشره وكتوحد اللون وكتعطينا واحد النضاره للبشره. قالت لي هاد البنت صاحبتي، قالت لي راه دخلت اليوتيوب والتيك توك وكنقلب شنو غادي ندير مع النيله الزرقاء، قالت لي لقيت بزاف ديال البنات وبزاف ديال العيالات كل وحده وشنو كتخلط مع النيله الزرقاء. قالت لي كل وحده وشنو كدير معها. قالت لي وانت يا صاحبتي وكتعطينا الوصفات، فداك الشيء علاش ثقت فيك وقلت لك، يعني قالت لي عطينا شنو كتخلطي مع النيله الزرقاء. راه فايته حاطه لكم فيديو ديال النيله الزرقاء، رجعي وغادي تشوفيه، وغادي نعطيكم اليوم شنو يمكن لك ديري مع النيله الزرقاء، ولا ما كانش عندك هذا المكون اللي غتشوفي معايا باش غادي تبدلي. المهم كما كتعرفوا النيله الزرقاء ما كتاخديهاش مطحونه، كتاخد انا ما قادرش البنات نهضر كما قلت لكم، هذاك الشيء كنهضر بشويه غير بشويه، لحقاش قراشتي مجروحين، عرفتي ما شكيت عليكم، ردوا بالكم هاد البرد راه خطير. المهم النيله الزرقاء باش كتعرفوها راه فري، ما كتاخديهاش مطحونه، كتجيبيها تكون باقا حجره وكتطحنيها على يدك، كتشديها كتهروشها، طاحت ليا المعلقه، كتهرمشيها بحال هكا بشي مهراز ولا بشي حاجه، ولا كدكيها غير بشي حاجه، المهم اي حاجه كتهرسيها بها وكطحنيها في الطحانه، طحنيها مزيان وكتغرب ليها في داك داك الزيت ديال حياتي، ولا شي حاجه عندك، ولا شي ديك الليباموس، باش كتخرج لك رقيقه وكتخرج لك بحال ما هكايا، ما تاخديهاش مطحونه. دائما البنات خذوها انتم، دائما خذوها تكون باقا حجره وطحنوا على يديكم. المهم انا غادي نمشي دابا نوريكم اشنو كنخلط معها واشنو كنزيد معها باش كنديرها للبشره ديالي. كما شفتوا عندي النيله الزرقاء، هاد النيله الزرقاء راه زوينه وطبيعيه، ياك غادي ندير معها فرماج، فرماج مثلث، هاد الفرماج المثلث هذا ماشي المربع، ياك غادي نزيد. الى عندك ياغورت طبيعي ديريه من الاحسن، انا كندير ياغورت طبيعي وكندير معاه الفرماج مع النيله الزرقاء. انا دابا ما عنديش ياغورت طبيعي، يعني ياغورت مسوس ما عنديش، عندي غنعوضو بالحليب، الا ما كانش عندك عوضي بالحليب، ولكن راه ضروري في هذه الوصفه هذه ضروري ياغورت طبيعي مع النيله الزرقاء والفرماج، راه كيعطي واحد النتيجه خطيره خطيره بزاف. المهم لحقاش طلبات ليا صاحبتي كما قلت لكم، فداك الشيء علاش بغيت نوريها الوصفه. والا ما عندكش دانون داك ياغورت طبيعي، ديري معاه الحليب، حليب كامل الدسم، ولكن من الاحسن من الاحسن ديري ياغورت طبيعي، كيعطيك واحد النتيجه خطيره. صافي كناخذ هنايا نص معلقه ديال النيله الزرقاء، ما تكثريش بزاف، ديري غير نص معلقه بحال ما هكا، راه كافيه بحال هكا، ياك كديري معاها واحد نص فريميجه، لحقاش غديري غير الوجه ديالك والعمق ديالك. صافي كديري نص فرماجه بحال هكا، حنا غادي ندير نص الكثير بحال هكا، هادي هاد شويه نخليه تندير منو عاوتاني غدا، ياك وكتزيد يا اما ياغورت طبيعي يا اما شويه ديال الحليب يكون بارد عادي وكتخلطي. هاد المكونات كيعطيونا واحد النتيجه اللي هي خطيره زوينه بزاف. صافي بحال هكا، وراه النيله الزرقاء البنات راه كدار حتى في التبريمات، غادي ان شاء الله ندير معكم واحد التبريمه بالنيله الزرقاء ديال العريسات، كتعطي واحد النتيجه خطيره، ماشي غير العريسات اللي يديروها، كلشي يدير،
خا تكوني شحال مما كنتي في عمرك كتبقاي دائما عروسه في دارك ومع راجلك ومع وليداتك. صافي بحال ما هكا كنخلط كنكب في الحليب غير بشويه بشويه. الا عندك ياغورت طبيعي كديري معلقه صغيره، كديري معلقه ولا معلقه ونص باش غادي تخلطي. صافي غير ما تجريش هذه الخلطه، كتخليها شويه ثقيله باش كتعطيك نتيجه زوينه. صافي البنات هانتومايا كما قلت لك، للاحسن النيله الزرقاء جيبيها تكون فري بقى حجره وطحني على يدك. هاد البنت صاحبتي جابتها لها شي مرا من واحد ديال الصحراء، داكشي علاش سولتني، قالت لي بغيت نديرها ولكن بزاف اللي كل وحده وشنو كتخلط معاها، داكشي علاش انا عطيتك شنو كنخلط معاها. صافي هانتوما كتخلطي مزيان حتى داك الفرماج كيبقاش فيه دوك الحبيبات، وما تخليهاش هاد الوصفه ميت هاد النيله الزرقاء ملي تخلطيها ديرها في البلاصه، ما تخليهاش محطوطه وتمشي تقضي شي حاجه، هي هذيك الساعه غتخلطيها ديريها على البشره ديالك. صافي هانتوما البنات، هي غير شويه كيقضي فيها، هانتوما غير شويه واخا ديرها راس معلقه مع معلقه صغيره ديال ياغورت طبيعي ومع نص فرماجه ولا غير ربيع ديال الفرماجه، راه كتدير لك العمق ديالك الوجه ديالك والعمق ديالك واللي شاط لك ديري ليديك، يعني حتى شي حاجه ما كتضيع، حتى اليد راه بحالهم بحال الوجه وبحال العمق. صافي البنات هانتوما غنمشي دابا نديرها معاكم على الوجه ديالي، وراه عندي نيت راني درت من هذاك النهار وبقات عندي، درت من ديك السيمانه وشجعتني نيت هاد صاحبتي باش نرد دابا نديرها نيت للوجه ديالي، اش مره خصنا نديروها كتحيد لينا كاع داك التصبغات الكلاف حتى داك النمش الرقي هو وقتها هو كتحيدو، تحيد داك لاطراز ديال الحبوب وكلشي. صافي دابا انا خلطتها مزيان، غادي نمشي دابا نطبقها معكم على الوجه ديالي. المهم البنات هانتوما شفتو معايا النيله الزرقاء مع اش خلطتها، وكما قلت لك اذا كان عندك ياغورت طبيعي، اذا كان عندك دانون مسوس يكون احسن، كيعطي واحد النتيجه زوينه مع النيله الزرقاء والفرماج، وراه غير شويه راه قاضي الغرض. هانتوما راه ما كتقويش بزاف، غير شويه غير نص معلقه راه دير لك، ولا دير غير ربع معلقه مع نص فرماجه ومعلقه هي ديال ياغورت طبيعي اولا الحليب، الا ما كانش عندك كاع قصد الحال ما كانش عندك وبغيتي ديريها ديري الحليب يكون كامل الدسم. صافي ما تكثريش بزاف باش ما تبقاش تضيعيها، باش داكشي اللي يبقى لك ديري منه في التبريمات عاودي ديري منه عاوتاني في الوسطي ديري منها، يعني هاد النيله الزرقاء الا بغيتي تنقي لك البشره ديالك كديريها ثلاثه المرات في الاسبوع اولا جوج مرات في الاسبوع، يعني جوج مرات في السيمانه ولا ثلاثه مرات في السيمانه، ولا درتي غير جوج مرات في السيمانه راه قاضي الغرض، راه كتنقي لك البشره ديالك. المهم انا غادي نحيد من ديدراتي باش غادي نديرها للوجه ديالي. هانتوما البنات تاخدي بحال ما هكايا الوجه ضروري يكون مغسول، اي وصفه بغيتي ديريها لوجهك يكون وجهك مغسول. انا وجهي راه يلاه غسلته دابا بالصابون ومسحته، تعرف راسي غادي نجي ندير معكم الوصفه. انا كندير غير بيدي البنات، ما كندير حتى بشي حاجه اخرى، زعما كاين شي زعما الشيته ديال الوصفات كندير غير بيدي على هكا. اليد كتحكمي فيها كما بغيتي، كتحكمي في الوصفه كما بغيتي على هكا. هاد النيله الزرقاء راه كيديروها الصحراويات، طرش عليهم البشرة ديالهم واعر. وأي حاجة درتيها أنا غنسالي وغندير حتى العمق ديالي، أي حاجة درتي لوجهك ديريها حتى لعمقك باش كيولي لون واحد. شتو البنات هانتوما ديري منها حتى شوية تحت العين، سمعوا بنتي كتطق عليه، دير منها حتى شوية تحت العين. واخا البنات تبان لكم هاد الوصفة نشفات دغيا، خليها في البشرة ديالك، خليها تقريبا شي نص ساعة ولا كتر، سمعتيني، خليها
شي نص ساعه ولا اكثر لحقاش خاصها تبقى في البشره. علاش دابا كتشوفوا الصحراويات كيلبسوا ديك الملحفه ديال النيله وكيبقاو لابسينها، بقاو لابسينها نهار يومين حتى 3 ايام حتى كتطلق ليهم في البشره ديالهم، كتولي العنق ديالهم كيبان لك زرق، اليدين زرقين، الجسم ديالهم كامل زرق باش كتطلق ليهم في البشره ديالهم. وعاد كيمشيو للحمام وكترجع عليهم ديك الزروقيه بالبيوديه، وخا السيده كتكون سمراء كتولي اللون ديالها زوين شوكولاتي، كتوحد اللون، كتحيد التصبغات وكل شيء. فن البنات كما قلت لك، وخا تنشف ليك خليها شي نص ساعه، خليها شي نص ساعه ولا ساعه الا راه وهي في البشره ديالك، عاد غسليها. المهم انا نقطع معكم الفيديو وغادي نديرها للعنق ديالي، ندير حسن ليديا، داكشي اللي غشات ليا غندير منو ليديا. انتما راه دغيا كتنشف، انتما راه بدات كتنشف، انا نعطيكم اليد الاخرى باقا نقيه باش تشوفوا. انتما شو بدات كتنشف، ما بقاش كتلصق بزاف، شو صافي. المهم هانت يا صاحبتي العزيزه الغاليه، هادشي اللي كندير انا مع ما دايرش نضيضرات مع التليفون كيفاش ليا مزيان. المهم نقطع وغادي ندير العنقي ونكمل البلايص اللي ما فيهمش وجهي. صافي كتخليها 30 دقيقه 35 دقيقه 40 دقيقه 45 دقيقه، مهم تقريبا جايه لساعه المكانه وهي في الوجه ديالك صافي. وكتغسليها بالماء عادي، ما ديريش الماء سخون، ما ديريش الماء بارد بزاف، الماء من الروبيني كتغسليها صافي. وما كديرش الصابون، ما كديرش الصابون، كتعاودي عاوتاني دوز واحد النهار وتعاودي تعاوديها بحال كديرها نهار اي ونهار لا، يعني جوج مرات ولا ثلاثه في السيمانه. وملي كتكملي هذيك السيمانه هذيك ثلاث المرات وكتمشي للحمام، كتحكي الوجه ديالك غير بايدك، غير بايدك، عرفتي راه الوجه كيولي هكا، كيولي كيشعل، كاع داكشي اللي كان فيه كيتحيد، سواء الكلف ولا البقع ديال الحبوب، الحرق ديال الفران، اي حاجه عندك في البشره ديالك كتنقيها وكتولي البشره غزاله كتشعل. المهم خواتاتي كنتمنى حتى نتوما تستافدوا، صاحبتي طلبات لي هذه الوصفه ووريتها ليها، وبغيتكم حتى نتوما تستافدوا من هذه الوصفه هذه وبارطاجيو للقناه باش تعرف العائله ديالنا تزيد تكبر. خليتكم على خير، وما بقاش نقول لكم كل مره ديروا لايك، ديروا هذه، ديروا هذه، نتوما واللي بغيتوا، الا بنت لكم كان ساهله غادي ديروا داكشي اللي بغيتوا. المهم خواتاتي خليتكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده ان شاء الله.